يبدأ العرض بعرض جمباز السواري. ففي إطار حرص كلية الشرطة على الحفاظ على الإرث والتراث القديم وتنمية مهارات الطلبة لرياضة الفروسية، سيستعرض مجموعة من الطلبة مهاراتهم لأداء حركات الجمباز أعلى ظهور الخيول أثناء سيرها، والتي تتطلب مرونة وشجاعة عالية. يظهر أمام حضراتكم الآن فرسان الكلية من طلبة كلية الشرطة. حيث يقوم الفرسان الآن بالاستعداد والجاهزية لأداء حركات الجمباز. النزول والصعود من أعلى ظهور الخيول أثناء عدوها. ونشاهد الآن قيام الطلبة بالركوب على الجواد بوضع المقص، وهي من أصعب الحركات التي تتطلب مهارة الفارس وتجانسه مع جواده. ثم يقوم الفرسان الآن بفرد الجسم كاملاً أعلى ظهر الخيول، والذي يعكس قمة التفاهم بين الفارس وجواده. وتختتم هذه الحركات بوقوف الفرسان أعلى ظهور خيولهم، مما يعكس القدرة على السيطرة على الخيول والثقة بالنفس والشجاعة. الحفل الكريم مع عرض ترويض الخيول. نشاهد أمام حضراتكم مجموعة من فرسان وفارسات كلية الشرطة يستعرضون ما وصل إليه قمة التدريب بطاعة الخيول، وذلك بركود الخيول على الأرض مع نوبة نوم. وتأتي الآن لحظة نهوض الخيول تزامناً مع نوبة يقظة. حقاً إنها قمة الإبداع والطاعة. ضيوفنا الكرام، مع عروض رياضة الكلة، يشار في هذا الصدد إلى أن فرسان كلية الشرطة دائماً في صدارة البطولات المحلية والدولية. نشاهد من اليسار محاولة زوجية لالتقاط الأهداف الأرضية. نشاهد من اليسار محاولة لإحدى فارسات الكلية لالتقاط هدف أرضي باستخدام المزراق. يتم الآن تصغير لوحة التنشين، حيث نشاهد الفارس في محاولة لالتقاط حلقة من القائم، فالهدف الأرضي. التقاط حلقتين مثبتتين باليد، فالهدف الأرضي. وعلى الرغم من خشية الخيول عند رؤيتها للنيران، إلا أننا سنشاهد محاولة لالتقاط هدف أرضي مشتعلاً بالنيران، وتنجح المحاولة.